في هذه المنطقة الريفية من بلدية عين الحديد في ولاية يارت، تعود السيدة زينب الزيتورية مع أبنائها وأحفادها لزيارة موقع بيتها القديم، أو بالأحرى موقع خيمتها التي كانت منطلق عملية فدائية كبيرة نفذها زوجها المجاهد الهارب. زيدوري بالغاسم يرحم الشهداء، يرحمه ويرحم الشهداء. نهار اللي بعثوه كان في الجماعة نتاع البيض، وتقوت الجماعة وبعثوه باه يشوف ويراقب الطريق ويشوف الناس اللي مخلصين ويعاونوا ويكونوا مراكز. نهار اللي وصل هنا عيط له الشيخ سيبو مدين بالخير، حكى له على دلقاوري، قال له باللي دلقاوري راه معول يدير العسكر في الفارم نتاوعه ويقبن الشعب وما يخليش لكم الطريق كي تدخلوا، لا باقين تخدموا خدمتكم مخروه من الطريق. هو انا واش قال له؟ قال له بالله عليا مانيش رايح الى الدم نتاعه نطهر به الوطن، يا لو كان ولادي يديرهم ظلمة. في هذا المكان تستجمع ما رسخ في ذاكرتها من بطولات زوجها وأخيه وأصحابه، ومن معاناة أسرته من الانتقام الأعمى للاستعمار وعملائه. القاوري ولد ميقرا، ميقرا نهار اللي قضى عليه سلاح كتلاب ستاتية، كان لابس مينيتار لاتوني مينيتار، كان جلابة نتاع كما يقولوا قهوة بالحليب، كان السنتورة فيها 60 قرطاس. أيوة هو راح والسليحة نتاعه والقش نتاعه خزنه، وسركلت عليه فرنسا، ما خلات شعب ما خلات زيش ما خلات، سركلت عليه قال جبال. أيوة يجي وهزو عمو زيدوري بحوس، زيدوري بوعمام أخوه، زيدوري طهر ولده عنده 15 عام، اداوهم للحبس. طال الصباح صبحوا علي اداوني أنا وأختي للحبس، داونا العين الحديد لا بريقات عين الحديد، ولا وانا يبحثوني هي ما يبحثوهاش، هي عذبوا راجلها، عذبوه زيدوري بيع ما حد تخرج، خرج ميت. المنطقة التي شهدت البطولة وخليط الألم والأمل بالنسبة للمجاهدة تتحول إلى مزار للاستجمام والتمتع بالطبيعة الساحرة والهواء النقي لدى الأطفال وباقي أفراد العائلة. والمهم ما تروي الحاجة الزيدورية عن المركز وعن المخبأ. المركز بدينا درنا خيمة، ما قعدناش في الدار، درنا خيمة وخرجنا درنا جوج خيام وطلعنا من الغابة، وداروا مخبأ، دار حياة بو عمامة الله يرحمه بعيد السلسلة عن تعلزيش، ودار مخبأ لينا احنا به ندخلونا الفوق في القابة. ايا داري المركز كانت لهيها، لو كان نقدا دركن نوريك وراني داقا نمشي نقول لكم هذه البلاصة اللي كنا بانين فيها الخيمات اللي كانت فيها مركز، يجينا بو سيف والزيش، زيش كامل ما يخطيش، زيش كامل ما يخطيش. للمركز دور حيوي لدى المجاهدين، رجال قيادات الثورة المحلية كانوا يزورون الخيمة لأخذ قسط من الراحة وتناول الطعام. جينا أبو سيف الله يرحم الشهداء، يجي طاهر الله يرحم الشهداء، محمد بن نجاة، محمد بن يحيى، حاج الناصر، كانوا جينا الضباط والجيش. احنا ودي ما كناش مخلطين مع الجنود، بان نقول لك وجوههم كي دايرين، احنا الخيمة خيمة بويا مخلينها للجنود، بس هكا اللي موسخ نغسلوا له الكسوة، كاين ليالات ما نرقدوش نباتوا نمدوا في المكيك من الماء، الحليب الرايب القهوة، باتوا يمشوا مع طرف القابة كي هاك باتوا حتى يبان الحال. قصة السيدة زينب سطر من مجلد تضحيات خطتها دماء الشهداء لأجل وطن يسمى الجزائر.